الغالب ومن المشاريع اللي فعلا احنا نعتز فيها، نعتبرها مشروع، بعتبره مشروع رائع ورائد وله قيمة عليا ووزن نوعي تحديدا، لأنه بيعطي الفرصة وبأول إمكانية بشكل واضح جدا للتواصل بين الطلاب أنفسهم من مختلف المدارس، بين الطلاب وبين الهيئة التدريسية، بين المدرسة وبين الأهل وبين كل المدارس. إضافة لذلك بقوي الفرصة لانفتاح طلابنا أبنائنا على العالم كله، مش بس على جهاز التربية والتعليم وعلى مختلف البرامج. أولاً أنا بحب أرحب في كل المدارس اللي لبت دعوتنا وشاركتنا في هذا اليوم، يوم القمة. وطبعاً هذا اليوم هو يوم بالنسبة لموضوع التميز اللي موجود لنا في المدرسة اللي هو الصحة، فمن منطلق حرصنا على صحة طلابنا وطالباتنا في المدرسة احنا خططنا لهذا اليوم اللي هو عبارة عن عدة محطات بمشاركة كل المركزين من سيسمان لكل تلميذ، رمز لكل تلميذ. ومنتأمل أنه هذا اليوم يكون يوم ناجح، وبشكر كل القيمين واللي ساعدونا على نجاح هذا اليوم. إحنا بمدرسة عين عافي شعارنا أنه الصحة هي انسجام كل القوى مع بعض. من 4 سنين بلشنا بمشروع التميز بمدرستنا واللي هو مشروع الصحة بكل مجالاتها، إن كان الصحة هي صحة الإنسان ولا الرياضة ولا التغذية السليمة. إحنا إلنا 4 سنين عم نطور حالنا ونشتغل على مشروع الصحة. كل سنة إحنا بنختار مشروع مميز وبنتميز فيه. السنة إحنا اخترنا إنه نشتغل على مشروع النباتات الصحية الطبية، وإنه نطور الحديقة النباتات الطبية اللي إحنا بلشنا فيها من السنة الماضية. غير هيك إحنا دمجنا معلمينا اللي هن بدرجة 7-9، المعلمين اللي إلهن فيتك كتير كبير، وعملنا معهن مشروع بحث علمي اللي بيحكي عن الماء وبيحكي عن أهمية الماء لجسم الإنسان. وأخذنا المشروع لعدة مستويات. اليوم يوم الصحة اللي إحنا دعينا فيه كل أمناء الحاسوب من مدارس شفا عامر، واللي كمان ساعدنا فيه واللي أشرف عليه القيمين على مشروع سيسما لكل تلميذ، مع بعض ومع خالد شلاعطة حاولنا إنه إحنا ندمج كل الفعاليات اللي عم نشتغل عليها، وإنه كمان نعرض هاي الأشياء اللي إحنا بنعملها بشكل يومي بحياتنا اليومية بالمدرسة، ونحاول نعرضها على باقي المدارس، وإنه ندمج المدارس ونكشف لهن شو إحنا عم نشتغل بحياتنا اليومية بمدرستنا. هاي الأشياء اللي أنتوا شايفينها مش إشي شغل هاي السنة بس، هاي شغل على مدار السنين، بس حاولنا إنه قدين نقدر نحط فعاليات اللي هي غنية واللي هي تكشف شغلنا بهذا النهار، وإحنا سعيدين بوجودكم معنا. طبعاً في عنا إحنا نأمني محاشيف اللي هن طلاب الأمينين على موضوع الحاسوب. اخترنا إحنا 10 طلاب من صف الخوامس اللي هن بيحبوا موضوع المحاشيف، موضوع الكمبيوتر اللي في مجال انه يتقدموا، فبياخدوا بالجمعه بياخدوا ساعه مع الاستاذ خالد، وطبعا ماشيين بالمشروع. ودول الطلاب بيشاركوا بعده فعاليات مثل ما احنا شايفين اليوم هن موجودين بمدرسه عين عافي، مشاركين مع باقي مدارس شفا عامر. اني كودم كل مدع لميزام يكار هذا، שבאמת נותן מענה ללמידה משמעותית של התלמידים. רציתי לספר על נאמני מחשב ואיך התחיל. אני באה בית ספר מרקע סוציו-אקונומי מאוד נמוך. הלמידה המשמעותית שאנחנו באמת נותנים לתלמידים שיש להם צורך ונותנים להם מענה, ככה התחיל המיזם לבחור את התלמידים שיודעים לנהל
از مين بروجكتين بمخشبين نتنو لهم اتنسوت نتنو لهم مدى ما استسمع لكل تلميذ. طلاب الأمناء الحاسوب إحنا في المدرسة كثير بيساعدونا في كل الفعاليات اللي إحنا بنقوم فيها. هن عندهم طبعاً حصة أسبوعية مع المرشدة استسمع لكل تلميذ اللي بتعلموا كل المهارات اللي مطلوبة منهن، بتعلموا كلمة جديدة، بتعلموا كثير أدوات، كثير معلومات اللي إحنا بنطبقها خلال السنة في الفعاليات اللي إحنا بتصير معنا. من جهة ثانية أنا كغير كمركزة حاسوب كأم اللي ابني بتعلم في أمين حاسوب بتعلم في مجموعة أمناء الحاسوب، أنا كثير بسمع مشوب كثير منيح من الأشياء اللي بتصير في الحصص، إيش هني بتعلموا الثقة بالنفس اللي هني بيكتسبوها، كيف بيوقفوا بيتعاملوا مع باقي الطلاب، العلاقة اللي صارت تربط بين كل طلاب أمناء الحاسوب، أنا حسيت كمان من هاي الناحة في تحسن كبير. عندنا أمناء الحاسوب هاي السنة إلهن دور كبير طبعاً بالفعاليات. أول مهمة إلهن هن طبعاً المحافظة على غرفة الحاسوب، مسؤولين عن برنامج الحاسوب. كمركزة حاسوب أنا بعمل برنامج أسبوعياً لغرفة الحاسوب لدخول الصفوف لغرفة الحاسوب. عندي أمناء الحاسوب كل أسبوع في إلهن لطالب يوم واحد اللي بكون في إله مسؤول عن هذا البرنامج، تفكير المعلمين، إدخال الصفوف، خروج الطلاب من غرفة الحاسوب. كمان مسؤولين عن التسيود بآخر النهار، في عندي طلاب اللي بيكونوا بفحصوا غرفة الحاسوب من ناحية الأجهزة. كان كمان هاي السنة دور كبير لأمناء الحاسوب بالفعاليات المحوصة من قبل استثمالي خل تلميذ، وأكثر إشي حلقات المسؤولية اللي طبعاً هاي الفعاليات اللي على مدار السنة اللي كان لازم الطلاب ينفذوها، فكانوا هاي الطلاب يتلقوا إرشاد من المتمعة، وفي خلال الأيام كانوا هدول الطلاب يطلعوا من حصصهم طبعاً ويساعدوا الصفوف والمعلمين طبعاً، خصوصاً الصفوف الصغيرة أول تاني. أنا كمركزة حوسبة في المدرسة بشوف طلاب أمناء الحاسوب هني ضالعين في كل المشاريع الموجودة في المدرسة، وإنه إحنا مش بس إنه نشتغل معهم بنقويهن، ولكن نقدر إنه إحنا بإمكاننا إنه نركن عليهم إنه يكونوا هني من القادين في أي موضوع اللي موجود أو مشروع موجود في المدرسة. إحنا بنآمن إنه الفرد لما تيجي التعلم إنه بيت الفرد من واحد للواحد ومجموعات صغيرة، هذا الإشي قاعد يعمل نتيجة كبيرة. إحنا قاعدين نشوف هاي النتيجة بالمدرسة، وأنا الحاسوب اليوم بنقدر نقول بلتو كتير باليوم الصحة من ناحية تحضيرات. قبل بيومين ثلاثة صار في عندهن الانفتاح أكتر، صار في عندهن الشغلات اللي يقدروا هن يساعدونا يحطونوا رأينا فيهن. اليوم قاعدين نشوف هن يفرفروا بين الفرق بين الشغلات، يحاولوا يساعدوا يندمجوا مع الأولاد، هاي الإشي كتير ساعدهن. إحنا نآمن إنه السسمة كتير فادتنا وأحطتنا شغلات كتيرة، هاي الإشي إحنا قاعدين نشوفه تتساقع على أولادنا وعلى الشغلات اللي قاعدين يفودونا فيها. طبعاً مدرستنا هي مدرسة محوسبة، لهيك كانوا أمناء الحاسوب عنا بيعملوا يعني بيشتركوا في كافة الفعاليات الموجودة في المدرسة، من أيام ذروة، من فعاليات، من زيارات. الفعاليات أغلب الفعاليات عنا محوسبة، وهن بقوموا ببناء الفعاليات الموجودة، إلهن دور في تفعيل الفعالية وكمان في التحضير لإلها. طبعاً هن بلتقوا مرة في الأسبوع، بس لما نصير نحضر لفعاليات اللي هي فعاليات نقول يوم ذروة أو بيكون عنا زيارة، فهن بيشتركوا يعني بصير فيهن عندهن عمل مكثف. طبعاً هن بيعرفوا يشتغلوا تقريباً يعني موازي لمعلم، لهيك في معلمين هن بيقدروا كمان يساعدوهن خلال الحصص خلال الدروس. بدي أحكي شوي على أمناء الحاسوب عندنا في المدرسة. إحنا بما إنه مدرستنا هي مدرسة البحث، في عندنا مشروع لزاوية الأحياء في المدرسة، والأمناء هن مخذين دور كبير في هذا المشروع. بالفضل طبعاً بيعود للمهارات اللي عم بيخذوها بيكتسبوها في المشروع تبعهم، في الدروس اللي بيخذوها مع المركزة عندنا رزوة.